السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولادي حبايبي طلاب ثانوية عامة 2025، أنا طالع النهاردة يا جماعة مخصوص عشان أقول لك كلمتين بس. طلابنا طلاب تالتة ثانوي 2025، كلكم سمعتوا طبعا عن القرارات بتاعة الوزير والتعديلات المواد والحاجات دي كلها، فالله يرضى عليكم عشان خاطري ما تستعجلوش في البداية، لسه المواد فيها تغييرات، فيها تعديلات، الله أعلى وأعلم بالتعديلات إيه، عشان محدش يقول لك التعديل كذا أو كذا أو تعديل بسيط أو تعديل كبير، محدش يعرف أي حاجة من دي. عشان كده إحنا أجلنا بدايتنا للأسبوع القادم، كنا المفروض هنبدأ بكرة 18/8، فإحنا هنبدأ يوم 25/8، أجلنا أسبوع على ما نعرف إيه التعديلات وإيه التغييرات اللي هتحصل، عشان ما نشرحش على الفاضي او عشان ما نديكش حاجه مش عليك، لان احتمال كبير يبقى في تغييرات جامده في منهج ثالثه ثانوي، لان منهج ثالثه ثانوي الهدف الوزاره قالت ان احنا عايزين نخفف، فنخفف يعني اعتقد والله اعلى واعلم ده رايي الشخصي ان هم هيشيلوا اجزاء منه، هيشيلوا اجزاء يعني ربما الباب الاول من ثالثه ثانوي اللي هو العناصر الانتقاليه لعلاقه بثانيه ينزل ثانيه، خاصه ان منهج ثانيه خف شويه او ان عدد المواد بتاعت ثانيه خفت، اتشال الميكانيكا، ممكن الباب الثالث مثلا نزل جزء منه في الخطه بتاعت اولى ثانوي زي ما بيقولوا، او الكلام اللي وردنا من الوزاره ان هيبقى في حاجه اسمها كيمياء فيزيائيه في اولى، وده غالبا اللي هو الباب الثالث عندنا في ثالثه. فالتعديلات ما تستعجلوش عليها، الله يرضى عليكم، ما تستعجلوش على البداية. وبعد تخفيف المنهج هيبقى خفيف، يعني عدد الحصص بتاعته هتقل، يعني الدنيا هتبقى أحسن، هيبقى في وقت كافي جدا إن احنا نخلص ونراجع ونحل. فالله يرضى عليكم، مش عاوز استعجال، وخليك ريلاكس كده والدنيا كويسة، واستعين بالله، وصدقني 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 انت ما عليك إلا السعي. النظام اتغير، منهج اتغير، ايا كان انت هتذاكر وهتعمل اللي عليك وربنا هيكرمك في الاخر، تمام؟ فده كده اول حاجه بنتكلم فيها اللي هو تاجيل البدايه بتاعتنا في الاماكن كلها او في الاونلاين. لحد امتى؟ لحد يوم 25/8 اللي هو الحد اللي بعد اللي جاي ان شاء الله، تبقى اول حصه في السناتر. وطبعا كل واحد ملتزم بالميعاد بتاعه في جدوله في السنتر اللي هو حاجز فيه او في السنتر اللي هو ناوي يحجز فيه. طيب يا مستر، النقطة التانية، طلاب المنصة كنا قايلين لهم البداية بتاعتنا هتبقى 24/8، لا هنأجلها برضو اسبوع، هتبقى حوالي 31/8 او 30/8 ان شاء الله. عامة المنصة بتاعتنا اللينك بتاعها على الفيسبوك وعلى اليوتيوب، تقدر تدخل تسجل عليها وتنتظر التفاصيل. وكده كده الناس اللي بتسجل معانا على المنصة كلها في تيم بيتابعها، وفي ناس اعداء عشان خاطرك انت، هتبلغك بكل حاجة بالتفصيل زي ما في ناس اتبلغت قبل كده بالمواعيد والأماكن وكل حاجة والبداية. أشوفكم على خير، وانتظروا مننا فيديو بتفاصيل نظام شغلنا إن شاء الله، سواء أونلاين أو سنتر قريب بإذن الله. السلام عليكم.